هنبدأ حلقتنا النهارده بأم القضايا فلسطين. النهارده نقل الزميل عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في مسلسل التعنت أمام دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة، وإن الأوضاع بتزداد سوء داخل قطاع غزة وهم في حاجة وحالة ماسة لدخول هذه المساعدات. لكن خلونا نقول ونأكد أن الجهود المصرية سواء كانت في المساعدات أو في الوساطة للوصول إلى هدنة ووقف كامل لإطلاق النار لم تركن يوما أو تهدأ، ضمن موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية اللي الحقيقة بتمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري. وبالرغم طبعا من كل محاولات الاحتلال في إجهاض مساعي الوساطة والتمسك بسياسة الأرض المحروقة، إلا أن القيادة السياسية المصرية لديها الإصرار الكامل، هذا الإصرار الذي لا يلين على أن تصل القاهرة إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. كل هذا الوقت اللي حذرت فيه الأمم المتحدة من وضع إنساني خطر في غزة يتجاوز الكارثي، يعني هذا المصطلح هو المصطلح المستخدم من قبل الأمم المتحدة في وصف الحالة التي عليها قطاع غزة الآن، وأعلنت انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فيها. علشان نعرف أكتر ونقف على الموقف على الأرض وسياسيا بينضم لنا هاتفيا الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد أنا برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتوره دينا وبالساده المشاهدين. اهلا بيك. الحقيقه احاديث كثيره في الاعلام الغربي عن خطط ومبادرات لوقف الحرب، كيف قرات هذه التقارير ومدى مطابقتها للواقع؟ طبعا اعتقد انه في اجماع اقليمي وعربي على وجه الخصوص، وبالاضافه لما يشبه الاجماع الدولي على ضروره واولويه وقف اطلاق النار انطلاقا من قاعده أعتقد أن الدول الغربية وصلت إليها متأخرا، وهي أن الكل خاسر من استمرار هذه الحرب. يعني الإشكال الرئيسي فيما يتعلق بالموقف الغربي حتى اللحظة، وهنا أتحدث على وجه الخصوص عن الولايات المتحدة، هو أن الولايات المتحدة لم تمارس حتى اللحظة ضغوطا حقيقية على حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار. وبالتالي حتى وإن كان هناك إرادة سياسية قوية لدى العديد من الدول الغربية، ده تصريح مهم الحقيقة أستاذ محمد، أن الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تمارس ضغوطا حقيقية على حكومة إسرائيل لوقف الحرب. بطبيعة الحال، لأن الجانب الذي يمتلك أكثر الأدوات من حيث القدرة على الضغط على نتنياهو وعلى اليمين المتطرف في إسرائيل هي الولايات المتحدة، ولكن مع الأسف تحول ملف حرب غزة إلى أحد الأوراق الخاصة بالدعاية الانتخابية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وبالتالي بنيامين نتنياهو هو المستفيد الوحيد من إطالة أمد هذه الحرب، وهو يحاول اللعب على العديد من التناقضات والاعتبارات خصوصا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من أجل إطالة أمد هذه الحرب. نتنياهو حاليا يركز على مقاربة تجمع ما بين السعي لتفخيخ وعرقلة مباحثات وقف إطلاق النار، التصعيد العسكري على أكثر من جبهة. وده يخليني أسألك يا أستاذ محمد، لماذا تستهدف إسرائيل الضفة الغربية الآن؟ يعني لأكثر من اعتبار. أولا نتنياهو حاليا، يعني هذا جزء من الحسابات الشخصية الخاصة ببنيامين نتنياهو، والذي يسعى إلى فتح أكثر من جبهة في نفس الوقت، على اعتبار أن هذا أو إطالة أمد الحرب وربما اتساع رقعتها الجغرافية لتشمل أكثر من ساحة سوف يضمن إطالة العمر السياسي لهذه الحكومة المحكوم عليها بالوفاة في إسرائيل حال انتهاء هذه الحرب. أيضا يعني فتح جبهة جديدة في الضفة بيأتي في إطار وجود نظرة سائدة لدى الدوائر الأمنية الإسرائيلية بأن الضفة تمثل مصدر تهديد محتمل بالنسبة لإسرائيل، إما لجهة انتشار العديد من الفصائل والمجموعات في بعض مناطق الضفة، وإما سعيا من قبل إسرائيل لاستكمال مخطط
أكل أراضي الضفة أو الاستيلاء عليها بشكل هل مسلسل التهجير ما زال قائما لدى الحكومة الإسرائيلية المحتلة؟ بطبيعة الحال، يعني هو مخطط التهجير، هو خلينا نقول إن هو مخطط قديم متجدد، يتجدد بين الحين والآخر، إما بأساليب قصرية أو بأساليب طوعية جنبا إلى جنب. مع ذلك تسعى إسرائيل إلى توسيع رقعة المستوطنات أو الأنشطة الاستيطانية، جنبا إلى جنب مع ذلك تسعى إلى فرض أمر واقع جديد سواء داخل قطاع غزة أو الضفة. إذا كنا نتحدث عن التهجير أو عن الأنشطة الاستيطانية أو غيرها من المتاعب الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، فهي كلها تأتي في إطار المتاعب الإسرائيلية للقضاء على ما تبقى من القضية الفلسطينية. لأننا عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية فنحن نتحدث حاليا عن الأراضي الفلسطينية الموجودة حاليا، وهي قطاع غزة، الضفة، القدس الشرقية. نتحدث عن الشعب الفلسطيني، هذان هما العنصران الرئيسيان للقضية الفلسطينية حاليا. صحيح. وبالتالي الاستيلاء على الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني يقضي على ما تبقى من القضية الفلسطينية. حدثني عن الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الآن. هو الإشكال الحقيقة في الواقع الإنساني، يعني كما أشرت حضرتك، يعني الأمم المتحدة بتصف ما يحدث في غزة الآن بأنه تجاوز كل المستويات يعني المروعة. وبالتالي فنحن الإشكال الرئيسي فيما يتعلق بالملف الإنساني حاليا هو بعض الاعتبارات الرئيسية. أولا، إسرائيل منذ بداية الحرب توظف الملف الإنساني كأحد الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني. باتت المسألة الإنسانية هي أحد الأسلحة المستخدمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. رقم اثنين، إسرائيل تحاول منذ بداية الحرب أولا عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وثانيا السيطرة على الملف الإنساني داخل القطاع من خلال السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والسيطرة بطبيعة الحال على المعابر الأخرى المحاذية للأراضي المحتلة من ناحية قطاع غزة. وبالتالي هذا جزء من أولا السعي للمزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني، السعي للمزيد من الضغط على الفصائل الفلسطينية، السعي لفرض أمر واقع جديد داخل القطاع كجزء من الرؤية الإسرائيلية لما يمكن أن نسميه باليوم التالي أو مرحلة ما بعد الحرب. وفي اعتقادي أن المؤشرات الراهنة تشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى إعادة قطاع غزة إلى ما قبل عام 2005، وبالتالي إعادة احتلال القطاع مرة أخرى. طيب، الموقف المصري الحقيقة المساند وبقوة للقضية الفلسطينية، وبكل تأكيد هو الورقة الرابحة للقضية الفلسطينية سواء كان سياسيا أو على الأرض. في ظل الموقف المصري الصارم بشأن القضية الفلسطينية، أين تقف المفاوضات الآن؟ يعني أعتقد أنه إذا كانت هذه الحرب قد أثبتت بعض الافتراضات المهمة، فهي أثبتت أن الدور المصري يظل هو الأكثر محورية فيما يتعلق بالتعامل مع تطورات القضية الفلسطينية، لما تملكه مصر من تاريخ طويل في دعم الشعب الفلسطيني، ولما تملكه أيضا من خبرات في مسألة التفاوض في مثل الحالات التي نعيشها حاليا، حتى وإن كانت حالة الحرب الجارية هي الأعنف والأكثر شدة منذ يعني اندلاع المواجهات بين أو في تاريخ المواجهات بين الجانبين. أعتقد أن الدولة المصرية تحركت على أكثر من مستوى، سواء ما يتعلق بالشق الإنساني وهو شديد الأهمية لعظم الكارثة الإنسانية كما أشرت حضرتك، لكن في تقديري أن هناك أكثر من مستوى سياسي تحركت الدولة المصرية في ثناياهم وكانوا شديدي الأهمية. أولا، إعادة طرح القضية الفلسطينية على طاولة وأجندة المجتمع الدولي من خلال المباحثات التي كانت تعقد وتعقد حتى اليوم بشكل دوري مع قادة وزعماء العالم. ثانيا، التأكيد على فرضية مهمة لدى المجتمع الدولي، وهي أن نقطة الاستقرار لاستعادة الأمن والاستقرار في إقليم الشرق الأوسط تبدأ من وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. وهذه الفرضية المهمة كان لها تأثير كبير على مستوى تغيير سردية الدول الغربية
ونظرتها إلى الحرب. فيما يتعلق بمسألة المفاوضات، أعتقد أن هناك فرق بين مواجهة مباحثات وقف إطلاق النار لصعوبات وانتهاء هذه المباحثات. نحن نتحدث حاليا عن مواجهة هذه المباحثات لبعض الصعوبات الرئيسية، وعلى رأسها تعنت بنيامين نتنياهو بشهادة الداخل الإسرائيلي نفسه الذي يحمل نتنياهو مسؤولية عدم التوصل لاتفاق بإطلاق النار. في ثنايا ذلك، الدولة المصرية بتحاول أولا حل العديد من الملفات الخلافية بين الجانبين، التنسيق مع الوسطاء وخصوصا قطر والولايات المتحدة من أجل الدفع باتجاه الضغط على كافة الأطراف من أجل حل هذه الملفات والتوصل لوقف إطلاق النار، وبالإضافة لذلك التنسيق مع المجتمع الدولي من أجل الدفع باتجاه إحياء هذا المسار وإنجاحه. ونحن نأمل من المجتمع الدولي أن يقوم بدوره الإنساني قبل أي شيء. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.